يشارك الفريق الملكي للقدرة بكافة أجنحته المتمثلة بفريق فيكتوريوس وفريق الزعيم وفريق الرعود في مهرجان وينسور للفروسية بمشاركة فرسان من دول العالم وذلك في قلعة وينسور الكبرى بالمملكة المتحدة وأكد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة أن مشاركة الفريق الملكي بكافة أجنحته تحمل في طياتها أهداف عديدة للفريق الملكي الذي يتطلع دائما للتواجد على منصة التتويج عبر تحقيق النتائج المتميزه موضحا ان الثقه كبيره بقدرات فرسان الفريق في تحقيق كافه الاهداف الموضوعه خصوصا ان الفريق سيشارك بعناصر تمتلك خبره واسعه في السباقات الاوروبيه وتاتي هذه المشاركه في خضم الاعداد للمشاركه في بطوله العالم للقدره لفئه الكبار التي ستنظم في شهر سبتمبر من العام الحالي بمدينه ممبارس بجمهوريه فرنسا وفق الخطه المعده من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه قائد الفريق الملكي للقدره وسيمثل الفريق الملكي للقدرة مجموعة من الفرسان في سباقات 100 كيلومتر و120 كيلومتر و160 كيلومتر وشارك فرسان الفريق الملكي للقدرة في الفحص البيطري الذي أقيم في قرية البطولة بقلعة وينسور الكبرى بالمملكة المتحدة حيث أقيم الفحص البيطري للجياد بسلاسة وسط تنظيم جيد من اللجنة المنظمة للحدث كما شارك الفرسان في عملية الوزن